تبرعك هيلون حياة والأطفال. الجمال الغنوة دي إنها بتلون وشوش الأطفال اللي ممكن يكونوا تعرضوا لحريق وشوه وشوشهم. بس احنا المستشفى دي بتستهدف لعلاج هذه الحروق، وبتقول في الغنوة الرائعة اللي بشكر كل الناس اللي ساهموا فيها إنه الحريق ده ممكن يبقى لون، وممكن يبقى حياة، وممكن يبقى أمل، وممكن تبقى ألوان كتيرة تخلي الناس ما تخافش انها تواجه المجتمع وتواجه الحياة. هبة السويدي دايما عندها مبادرات بنشوفها جريئة جدا ساعات، وساعات نقول لها اصدقائها يعني نقول لها يا هبة انت عندك الجرأة دي ازاي، انت عندك الشجاعة دي ازاي، انت عندك القوة دي ازاي، وهي ست ضعيفة كده ومنيو زي ما بنقول، لكن جواها طاقة من العمل والجد والرغبة في العطاء اعتقد انها تتوزع على الدنيا كلها. هبه اهلا بيكي. اهلا بيكي حياتي. اولا انا سعيده جدا ان انتوا حطيتوا حجر الاساس الحمد لله يا رب اول مستشفى للحروق، كنت اتمنى ان انا اكون موجوده. والله لا كان يوم رائع فعلا الحمد لله. احكي لي الاول عن المستشفى وعن ليه قررتي تعملي المستشفى دي. انا بدات اتعامل مع حالات الحروق من 5 سنين كده تقريبا. اتعرضت لحالتين انسانيتين يعني. اول حاله كانت لطفل كان السبوع بتاعه، فالأم نسيت الشمعة جنب السرير، الطفل اتحرق كله. وحالتين التانيين كان أب ولاده بيلعبوا في الغيط بالفحم ولعوا في روحهم، كلموني عشان خاطر نساعدهم. بدأت بقى أشوف إنه في معاناة غير طبيعية، أنا مش لاقية سراير، مفيش مراكز لعلاج الحروق، واللي موجود فولي بوكت فيهوش ولا سرير فاضي، إن هي كلها عدد السراير فيها قليلة جداً. فبدات احس انه يعني على ما بدانا ندور على مستشفيات تقبلهم للاسف الحالات ماتت. فبقول لهم يعني ده كان من اكبر التحدي اللي في حياتي ومن اكتر اللحظات المؤلمه اللي في حياتي، ان انا بشوف الامل جوه عيون الاهالي دي بينطفي. سبحان الله في ساعتها كده اتعرفت، لقيت استاذ شريف عصمت عبد المجيد بيكلمني هو ودكتور عمرو مبروك عايزين يقعدوا معايا بالصدفه وبيكلموني على موضوع الحروق. دكتور عمرو متخصص جراحه حروق وتجميل، فبيكلمني عن مشكله الحروق في مصر، فلقيت انه عارفه بتحس ان انت في بازل بتركبيها، طب هو جاي يكلمني وبيحكي لي عن الماساه دي دلوقتي. فقعدت بقى اعمل سيرتش جامد جدا على موضوع الحروق، فلما عملت اهل مصر وديسايد احنا نشتغل، احنا اكتشفنا انه في مصر تقريبا اكتر من 100,000 حاله بتتحرق كل سنه. للاسف 50% منهم اطفال، وده اللي تم حصره انه عن طريق منظمه الصحه العالميه. للاسف في ناس كتير قوي بتتحرق وبتموت ما بتسجلش في شهاده الوفاه توفت بسبب الحرق عشان الاهل ما يتحولوش للتحقيق بعد كده. لقينا انه في تقريبا 37% بيموتوا اول 6 ساعات، يعني ده بمعدل 40,000 واحد بيموتوا تقريبا اول 6 ساعات، غير بقى اللي بيموت بعد اسبوع اسبوعين بسبب الانفكشن، لان المراكز الطبيه والمستشفيات غير مؤهله لاستقبال الحالات دي. وللاسف المستشفيات كتير قوي منها مكان بيرفض يستقبل حالات الحروق. فانا بقول لهم يا مشكله الحرق دي بتحصل للغني وللفقير. صحيح. يعني احنا كان في واحد صاحبنا مقتدر رجل اعمال وابنه اتحرق في رمضان اللي فات، قعد يلف بيه على المستشفيات الخاصه حتى رفضت تقبل الحاله. وفي مستشفى الوحيده اللي قبلته كان لازم يدفع 20,000 جنيه داون بيمنت عشان يدخل ابنه. فدي ماساه. فبقول طب ده الغني، امال الفقير هيعمل ايه في حاله زي كده؟ ابتدينا بقى نشوف ندرس اكتر الموضوع. لقينا غير انه اسباب الوفاه عاليه جدا، انه في 18% بيحصل لهم اعاقه دائمه بسبب الحرق، وبسبب ان هو اول ما بيتحرق الشخص ده محتاج يبقى في حد ديديكيتد قاعد جنبه، قاعد يعني الدكتور والتمريض جنبه على طول، بيتعمل له علاج طبيعي، بيتعمل له كل ده بيساعد بعد كده في الشفاء بتاعه. فكل ده ما بيتعملش فبيحصل نسبه اعاقه جامده، بيحصل التصاقات، فالايد خلاص بتلزق ما بتتحركش بعد كده، الرجل العين نفسها بتتقفل ما بتتفتحش، خلاص العين بتموت، العصب بيموت من جوه بعد فتره. فلقينا ان الموضوع يعني اتس تشالنج، واللي بيعيش بعد كده كان بيعيش بكم تشوهات طبعا جباره. للاسف الناس بتبقى فاكره ان دي حاجه سهله، لا يعني التشوهات لما بتلاقي حد جاي لك ايده سايحه ما فيش صوابع، فانت بتضطري تعملي صوابع من اول وجديد، ودانه راحت فتعملي ودان من اول، يعني هو من حقه كمان. ان هو دايما بقول ان الشخص المحروق ده غير مريض الكانسر او اي حاجه تانية، ده شخص قادر ان هو يكون عنده انه يدي في المجتمع، قادر ان هو يشتغل، قادر ان هو يعيش عيشه كويسه ويبقى شخص منتج في المجتمع، بس احنا بنحكم عليه بالاعدام من اول يوم للاسف بسبب الحرق والتشوهات اللي عنده.
فبنلاقي يعني كتير جدا الست جوزها بيطلقها، بيرموا ولادهم في الشارع، بنلاقيهم الاب والام بيحبسوا ولادهم في البيت مش عايزين حد يشوفهم، ان هم بيتعرضوا لكم اهانات غير طبيعيه وتريقه من الناس. فالناس دي من حقها ان هي يعني نحسن شكلها ونعمل لها العمليات تخليها تعيش عيشه طبيعيه بس مش اكتر يعني. صحيح. المستشفى ده المستشفى متوقعين يكون كم سرير؟ بتفكروا في حجمه لا قد ايه؟ المستشفى خلاص الديزاين اتعمل وابتدينا حفر الحمد لله في المستشفى. وبقول انا متهيألي ده يعني بالنسبه لنا ده انجاز قوي يا رميس، انه ان احنا خدنا الارض من وزاره الاسكان من 18 شهر بالظبط، عملنا الديزاين ده حاجه سريعه جدا والحمد لله يا رب، واشتغلنا على موضوع المستشفى ده بقالنا سنه ان احنا بنجمع تبرعات. وبقول لهم انه ده في فتره البلد فعلا اقتصاديا تعبانه، حجم التبرعات بيقل في مصر، وبالرغم من كده تحسي انه ربنا بيساعد قوي لانه الناس دي فعلا محتاجه. فالمستشفى عباره عن 180 سرير، 50 سرير اي سي يو، وعلى فكره دي اكبر مستشفى في العالم واول مستشفى للحروق، اكبر متخصصة اساسا في الحروق ماكسيمم بره. احنا لفينا على دول اوروبا وامريكا وشفنا مراكز وعمال او باكستان والهند، اكبر مستشفى بتبقى عباره عن يعني 30 سرير 40 سرير ماكسيمم 60 سرير. فاحنا 180 سرير، 50 سرير منهم رعايه مركزه، وده عدد كبير جدا. بس للاسف الشخص اللي بيتحرق غالبا بيحتاج يقعد في عنايه مركزه من شهر لثلاث شهور. وعلاجه مكلف جدا، يعني ممكن علاج في اليوم الواحد يكلف من 5000 جنيه ل 10000 جنيه بيتراوح. فكنا محتاجين اعداد سراير كبيره، المستشفى نصها معمول اطفال ونصها معمول كبار. معمول فيها 16 اوضه طوارئ تستقبل الحالات، لان انت بيجي لك ممكن عيله كامله او عماره كلها اتحرقت في وقت واحد، فمحتاجه انت تلحقي تسعي فيهم. فيها 6 اوض عمليات، وفيها بنك جلد اول مره يتعمل في مصر، بنك زراعه خلايا جذعيه، وده بيساعد جدا في هيلينج بروسيس بتاعه الحروق. فيها المعامل والاشعاعات والعيادات الخاصه، بالاضافه ان فيها حاجه اسمها كارير مانجمنت سنتر عشان الناس اللي بيحصل لها اعاقه تقدري تاهليها ان هي تشتغل شغلانه تانية بعد كده. فانا مش قادره اتخيل مستشفى قوي، هي مركز طبي متكامل. يعني متوقعين امتى يكون؟ 3 سنين ان شاء الله المرحله الاولى تكون شغاله يا رب. ان شاء الله يعني لو في تبرعات اكتر دفنتلي ده اللي هسأله لك بقى. يعني هذا المشروع يقوم اساسا على التبرعات؟ طبعا زي مشروع بالمجان 100%. زي مشروعين مهمين اللي هم مستشفى 57 ودكتور مجدي يعقوب بالظبط، وشفاء الاورمان. وشفاء الاورمان، انت متوقعه انه بالفعل توصلك تبرعات تقدر انها تقيم مثل هذا المستشفى؟ يعني احنا قبل ما نشتغل عملنا بزنس بلان مع شركه مالتي ناشونال هنا في مصر عشان خاطر نبقى ماشيين في المشروع بدراسه، احنا مش داخلين بنعمل مستشفى كده وخلاص. فطبعا البادجت بتاعها بعد ارتفاع الدولار والكلام ده كله ضرب كام تقريبا؟ ثلاثة، لا يعني ملايين الملايين، مئات الملايين يعني. انا مش شايله هم والله لانيس فعلا. غريبه جدا، مش شايله هم ازاي؟ ما تسالينيش، مش شايله هم والله، مش شايله هم. ده نتيجة شغلك الكتير في المجتمع الأهلي وما بتنزلي بتحسي إن فجأة بتلاقي فعلا موارد؟ أنا والله العظيم أنا فاكرة أيام علاج مصابين الثورة احنا كنا بنعالج بالالاف، وانت عارفه قضيتي كانت قضيه انسانيه 100%. وكنت اوقات مثلا اجي افتح الخزنه اقول يعني ده اخر مليم هيطلع النهارده، معيش يعني خلاص يعني البادجت اللي محطوط بيخلص. والله العظيم كنت بلاقي ظرف داخل لي، الاقي حد بيكلمني بالتليفون. بصي الخير ده بتاع ربنا، والخير في مصر كتير جدا فوق ممكن تخيلي. المصريين بيحبوا خيرين بشكل غير طبيعي. احنا الحفر خدناه فور فري، احب اقول يعني شركه رادكن برعوا بالحفر، الكتروميكانيكال فور فري، الناس الاونر راب والناس اللي عملوا الرسومات نزلوا تقريبا بالكوست برايس بتاعهم. فالخير في مصر، الناس لما بتصدق وبتشوف انه في حد يعني يمكن نميز اهل مصر عن اي جمعيه تانية ان احنا ويرا بليفر، احنا مؤمنين بالقضيه بتاعه الحروق دي فعلا، مؤمنين بوجع الناس دي. فالناس لما بتشوف ده فيكي بيبقوا عايزين يساعدوا باي طريقه طبعا. فهشيل هم ايه يعني؟ هو في الاخر انا اداه، انا والتيم بتاعي احنا مجرد اداه ربنا بيستخدمها لخدمه الناس اللي محتاجه، فهو ربنا اللي يعني هيجيب الفرشاه الناس دي محتاجه، فهشيل هم ايه يعني. طب خلينا نشوف اعلان من الاعلانات اللي انتوا ابتديتوا تنتجوها علشان مش بس العلاج ولكن ايضا التوعيه، ان احنا بنوعي الناس ان احنا مش عايزين هذه الانواع من الحروق اللي بتؤدي لده، لكن
يعني اعتقد ان احنا لازم نقود حملات واسعه علشان نجمع تبرعات لهذه المستشفى. ومش يعني الناس تطمنش على كلامي ان انا مطمنه. لا انا ايوه مطمنه عشان الناس بتساعد يعني. عشان بالظبط احنا بالظبط. محتاجين نعمل حملات واسعه. انا عارفه ان اهل الخير في مصر كتير، وما تقوم به هبه السويدي في هذه المستشفى، اولا هذه المستشفى هي الاولى من نوعها. احنا عايزين مشروع طبي فعلا، وصرح طبي يقدر ان هو يعالج الاف او عشرات الالاف من المصريين اللي بيصابوا بهذه الحروق، والمستشفيات ما فيهاش اي تخصص مثل هذا التخصص. دي مستشفى لكل الناس، مستشفى للفقير قبل الغني، لكن مستشفى للفقير وللغني ايضا. واظن ممكن تعملوا قسم للي بيقدروا يدفعوا. بصي احنا ماشيين على نفس يعني نهج بقيه المستشفيات، القدر ان هو بيدفع الفلوس بتاعته كانها تبرع، بس انا ما اقدرش ان انا يبقى داخل لي حاله محروقه ولسه اعمل له بحث حاله هو فقير ولا غني، فاهم قصدي؟ يعني انت لازم تنقذي حياته. بس اللي بيحصل عاده انه الغني الغني بيدفع، طبعا بيدفع، هو بيتبرع بعد كده بالفلوس بعلاجه، بيتبرع بيها للمستشفى. نشوف احد الاعلانات المعموله لهذه المستشفى ونرجع تاني. عيالنا نمني العين من جوه، اللي شفناهم قبل ما يجوا الدنيا، ولما جم عرفنا معاهم يعني ايه الضنا غالي، عشان لو شفنا البكا في عينيهم قلوبنا تحن وتوجعنا، ولو اتحرمنا منهم بقت دنيتنا ما تسواش، يبقى ليه نحرمهم من دنيتهم؟ البصة في وش عيالنا بالدنيا وضحكتهم هي اللي بتنورها، بس اللهوجة والصربعة والإيد اللي بتعمل 100 حاجة هم أكبر خطر، علشان 100 حاجة مش هيخلصوا، ولو خلصوا هيطلع لنا غيرهم، وهتفضل هي الدوامة ما بتقفش، لكن ضحكتهم هي اللي ممكن تقف. صوت الجميلة إسعاد يونس، يعني الحقيقة ده صوت رائع، وأعتقد إنها سفيرة لهذا المشروع. بالضبط، هي سفيرة إنسانية بلا حروق. ناس كتيرة ممكن تقول أنا الموضوع ده ممكن يبقى بعيد عني، يعني أنا أخد بالي ما أطبخش والعيال موجودة جنبي، لكن الحقيقة إن الحريق ممكن لأي حد في أي لحظة في أي ثانية. أنا بقول لهم يا جماعة هو الحرق مش بعيد عن أي حد، أنت ممكن ابنك تبقي أنت اتلخمتي ورحتي حتة يدخل المطبخ تقع عليه الحلة مثلا، أو يولع النار، أو ماس كهرباء وأنت نايمة بالليل في التكييف يولع البيت كله. فاحنا كلنا لازم نبقى فاهمين، يعني دايما بقول لهم يمكن الكانسر والهيباتايتس والامراض الثانيه اقرب ان انت في حياتك عموما اكسبيرينس انه حد من صحابك او حد من قرايبك جاله حاله كده، بس دايما حاسين الحرق بعيد عن قلبنا. دايما بنقول لا هو قريب، هو ممكن يحصل لاي حد فينا، فلازم تعرف تتعامل معاه ازاي كمان. يعني لازم تبقى عارف لو حصل حرق في اوضه ما افتحش الباب، وده حاجه من الحاجات اللي احنا عاملينها، حمله بريفنشن اويرنس كام ده جدا السنه دي من اول السنه ان شاء الله، واوريدي بنعمل توعيه ووقايه من الحروق على مستوى الجمهوريه. يعني لازم تبقي عارفه تتعاملي مع الحرق ازاي، وحاجات بسيطه انت ممكن تتحرقي في المطبخ ما ينفعش تحطي عليها معجون سنان او تلج، تحطي كذا، هي حاجات سهله وبسيطه. ده العادي اتلسعتي بتحطي معجون سنان او تحطي تلج، كل دي حاجات غلط وبتسيب علامه مثلا. فبس انت لازم تبقي عارفه الحاجات دي، فده دورنا ان احنا بنعرف الناس ايه اللي لازم يتعمل وما يتعملش. هل المستشفى دي هتبقى متخصصه للاطفال؟ لان الدراسات بتقول انه معظم الحروق لاقل من 20 سنه، فالشباب 50% من الحروق. فكره الحروق السبب الثالث للوفاه في مصر. والناس اللي بتموت من الحروق في مصر كل سنه 3 أضعاف الناس اللي بتموت من حادث العربيات. حاجه غريبه جدا. دي ارقام الحقيقه. والحروق السبب ال11 في الوفاه في الاطفال في العالم كله تحت سن 9 سنين. يعني الموضوع هو يمكن في مصر الناس مش عارفاه، بس هو حاجه العالم كله بيتكلم فيها والعالم كله بيعاني منها. احنا المستشفى فكرنا في الاول تبقى مستشفى اطفال للحروق، بعدين لما بيجي لنا حالات احنا اوريدي بنعالج حالات، فبيجي لنا حالات لقينا ان انت بيجي لك اسره كامله، ما انا ما اقدرش اسيب الام والاب يروحوا في حته ثانيه او الاخوات الكبار واخد الطفل بس. فبالتالي قلنا لا، هي هتبقى جزء منها اطفال، 50% منها اطفال و50% منها كبار، ومعموله حتى ديزايند ان في سكشن للاي سي يو اطفال لوحده والكبار لوحده والان بيشنت نفس الحاجه. لانك هتوديهم فين؟
جزء من الاطباء كمان لازم يكونوا اطباء تجميل. اه طبعا. لانه ده جزء من تجميل يعني. احنا عندنا كمان قسم تروما، فاحنا بناخد الناس اللي بتتحرق جوه العربيات. يعني بيحصل حوادث عربيات كتير جدا، الناس بتتحرق فيها، فانت محتاجه تاخدي الحالات دي، فانت يبقى عندك دكاتره عظم ودكاتره عيون، انت محتاجه كل انواع الدكاتره. لما حد عينه بتبوظ بتتحرق، فانت محتاجه تلحقي تعملي له عمليات في عينه. فاحنا عندنا كل الدكاتره هتشتغل في المستشفى، بس الاساس طبعا هو الجراحه التجميل يعني. طب خلينا نشوف اعلان اخر لمستشفى الحروق، هتسموها ايه؟ مستشفى اهل مصر. مستشفى اهل مصر لعلاج الحروق بالمجان. مستشفى اهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، والارقام هتكون معانا، وهبه هتكون ضيفتنا في حلقه اخرى، نعمل لها حمله ضخمه علشان لجمع التبرعات. اظن انه يعني اهل الخير في مصر مش محتاجين ان احنا نقول لهم من فضلكم تبرعوا لهذه المستشفى، دي مستشفى عشاننا كلنا. وانت ما تعرفش النار تجيلك منين، ما تعرفش ازاي ممكن تتحرق، ممكن عربية، ممكن حاجة تحصل في الشقة، ممكن اي شيء. احنا بنتخيل كتير ان احنا بعيد عن هذا الامر، لكنه اقرب مما نتخيل. الخطر مش بعيد عننا. الدوشة والزيطة اللي بقت مالية حياتنا ومش مخليانا مركزين في حاجة، كلام كتير ورغي في الفاضي والمتعاد، زحمة عمالين نزق فيها عشان نوسع مكان ونمشي. تفتكروا لو مشينا من غير عيالنا، من غير فرحتهم وكلامهم اللي تعودنا عليه، هنقدر نكمل؟ هبه، ايه اخبار باقي نشاط المؤسسه؟ يعني انا عارفه ان انتوا عندكم نشاط واسع جدا، غير بقى المستشفى وغيره، بتعملوا ايه دلوقتي؟ احنا طبعا بنعمل مستشفى، ده اهم حاجه عندنا. عندنا برنامج التوعيه والوقايه، ده منقسم لقسمين. احنا بنعمل توعيه ووقايه من الحروق في الشركات، في البنوك. مضينا بروتوكول تعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي مع الدكتوره غاده والي، ان احنا بننزل القرى، بنروح ملاجئ الايتام، الوزارات، دور المسنين، بنعمل لهم توعيه ووقايه، وبنجيب لهم طفايات حريق، بنعلمهم ازاي يستخدموها، وشنطه اسعافات اوليه. لازم كل واحد فينا يبقى عنده طفايه حريق في بيته، يعني الموضوع ما ينفعش. الحاجه الثانيه، عندنا برنامج اسمه القريه الامنه. السبب في البرنامج ده ان احنا كان جالنا 5 حالات محروقه من نفس القريه، فما نزلنا نعمل بحث الحاله، اكتشفنا ان في بيت ولع جنبيه 17 بيت. بدانا نشوف الاسباب ايه، ان هو يا دوب حصل الشمعه او البابور النور ده وقع، ولع في القش، مسك في السقف القش، طبعا ولع البيوت اللي حواليه. فعملنا برنامج القريه الامنه من الحروق، ان احنا بننزل القريه. احنا ما بنعملش تنميه، احنا مش دورنا ان احنا نعمل تنميه، احنا مركزين برضه على الحروق، بس بنشيل الاسقف القش، بنعمل لهم اسقف بطبقه عازله. طبعا للاسف اغلب القرى دي ما فيش ميه واصله لها، فبنضطر نوصل لهم ميه، وبنعمل حنفيه ميه رئيسيه عشان بسبب نطفي النار. الحريقه لما حصلت المطافي ما فيش طفي النار، عشان ما كانش في ميه في القريه. وبنجيب لهم طفايات حريق برضو للناس، بنعلمهم ازاي يستخدموها، وبتبقى موجوده مش في كل بيت بس في اماكن معينه عندهم في القريه، وبنتابع ان الطفايه دي فعلا موجوده ليها عقد صيانه. بنجيب لهم شنطه اسعافات اوليه، لو في وحده صحيه في القريه بنعمل توعيه ووقايه للدكاتره ازاي تستقبلوا حاله الحروق اول 6 ساعات على ما يحولوها مستشفى. وبنعمل لهم بقى من اهل سيدات الرائدات اللي جوه القريه مع الهلال الاحمر والدفاع المدني، ازاي هم يدخلوا بقى بنفسهم البيوت يعملوا التوعيه والوقايه بحاجات بسيطه جدا. ما حطيتش البطاس عشان ولادك ما يشربوش، للاسف هم بيفتكروا لما بيشربوه فبيحصل لهم الاعضاء كلها جوه بتتحرق. يعني بنفهمهم حاجات معينه، وهم بيبقوا اسهل لنا ان هم يدخلوا مننا كسيدات رائدات جوه القريه دي. ده حاجه تانية بنعملها. طبعا اوريدي احنا بنعالج، احنا عندنا اقل حاجه 40 حاله بيعملوا عمليات كل شهر. بناخد طبعا حالات يبقى لها 6 شهور محروقه، بنبدا نعمل عملياتهم اللي بتقعد معانا من سنه لست 7 سنين ممكن الحاله الواحده. والحالات اللي لسه محروقه حالا بقى دي اللي بنعاني معاناه غير طبيعيه، احنا نعرف نلاقي لها اماكن في المستشفيات. يعني احنا للاسف كتير جدا منها حالات بتتوفى اللي احنا مش لاقيين اماكن تقبلهم، او ما فيش اماكن في المستشفيات اللي ممكن تدخليهم فيها ممكن يقبلوهم. عندنا برنامج تاني ان احنا عاملين برضو حاجه اسمها ستات اهل مصر. السنه دي بقى ان احنا بنتعاون مع جمعيه بتشغل السيدات المعيلات،
عاملين معاها بروتوكول، بنعمل معاهم الموديلات بتاعتنا والحاجات ديزاينز بتاعتنا، بيصنعوها وبناخدها نبيعهم. قبل كده كنا بنعملها ان هاوس، بس انا للاسف الوقت ما بقاش سامح جدا ان احنا نعمل الموضوع ده زي الاول. فبقوا في بيوتهم بيعملوا بالظبط مع ثرو جمعيه تانيه ده شغلها بس. فبتعملوا اوت سورسنج دلوقتي. اوت سورسنج دلوقتي بالظبط، فهم بيشتغلوا. وكنا عاملين حاجه مع حاجه اسمها دودل فاكتوري، كنا هم بنتين كده جايين بيعلموا الولاد المحروقين ازاي يرسموا، وبياخدوا الرسومات بتاعتهم بنطبعها على شنط وميك اب جرابس وكمبيوتر جرابس وكده، وبرضه بنبيعها كمنتجات لاهل مصر. يعني كل المجهود اللي بتعملوه ده قلقتي من قانون الجمعيات الاهليه؟ جدا جدا. ليه؟ قلقت من القانون طبعا، لانه يعني بقول لهم يعني بغض يعني اوكي طبعا موضوع الكسب غير المشروع اللي كان محطوط واقرار الذمه الاولانيه الكلام ده كله ده شيء غير مقبول بالنسبه لنا نهائيا. وده اتغير للاسف، ان انا كنت فاكره ان هو اتغير، كسب غير المشروع اتشال فعلا، بس اقرار الذمه الماليه ما اتشالش. انا رجعت القانون تاني، انا كنت مشغوله الاسبوع اللي فات ده جامد جدا بوضع حجر الاساس، بس اقرار الذمه الماليه ده ما زال موجود في الماده الثامنه، واعتقد ان ده هيعمل مشكله جامده جدا. لسبب واحد، انه في جمعيات كبيره باسامي معينه قالوا احنا مش في السن ده، وبعد ما دفعنا بفلوسنا ومجهودنا ان احنا نلاقي اقرار الذمه الماليه مطلوب مننا، واحنا رجال يعني احنا بنصرف بفلوسنا عشان خاطر نساعد بيها. فانا اعتقد البند لو ما اتغيرش يبقى في مشكله جامده. الحاجه الثانيه كانت مضايقاني جدا في القانون طبعا، وكانت بالنسبه لنا ماساه غير طبيعيه انا وغيري، يعني ان هم كانوا مقيدين جدا حركه ان انت تقدري تتصرفي في التبرعات اللي بتجيلك. يعني كان بيقول لك التبرعات تدخل الحساب وتقعد 30 يوم على ما يجيلك الرد ان انت تستخدميها او لا. 60 يوم لا 30 يوم. ال 60 يوم دي الفلوس اللي جايه من بره. فحتى كنت لما رحنا اتكلمنا مع مامتهم حكيت طب انا احنا مثلا الناس بتجي لي انت حاله حروق الساعه 4 الصبح، انا لازم هو انا مستنيه اخد من حياتك الاذن عشان اقدر ادخل الحاله تكون الحاله ماتت مني. طب ما هو انا يعني ذس از ما حدش يقدر يعقلها. الناس بتنزل توزع بطاطين، ناس بتروح تاخد اذن، حصل سيول وحصل كارثه. هنرجع ناخد الاذن عشان ننزل؟ طب ما الكارثه حصلت. البند ده اتغير في الماده 23. اتغير فعليا ان هو خلاص انت اي تبرعات من جوه مصر طالما ان هي بالجنيه المصري من حقك، هي بتدفع في البنك بتاع في البنك عادي جدا، بتصرفي منها وانت بس بتقدمي اخر الشهر او بالمده اللي هم هيحددوها بعد كده في اللائحه التنفيذيه الداخليه مع وزاره التضامن، المده اللي انت بتقدمي بيها تقرير. وده اوريدي بيحصل، يعني احنا طبيعي ان احنا بنقدم وعلينا مراقبه غير طبيعيه. طب ولو جالك فلوس من بره، بمعنى ان مثلا انت جاي من بره، ده الوضع الحالي، ده يعني دي كانوا هم مقيدينها بزياده طبعا في الاول، و يعني بس في القانون البند 24 يعني رجعوها للوضع الحالي اللي احنا فيه. احنا اوريدي لما بيجي لنا اي فلوس من بره البنك بيجنبها. دي كانت المفروض الفلوس جالك من متبرع اجنبي او دولار، متبرع مصري او دولار. دلوقتي زودوا عليها لو متبرع مصري، حتى متبرع من بره بالجنيه المصري، اي فلوس بتيجي من بره. دي حته اللي زادت في القانون. الفلوس دي الطبيعي بتاعنا، بقول لك الفلوس دي بتتجنب في البنك، والبنك بيبلغ بيها انه في فلوس جات لكم من بره، بنروح ناخد عليها موافقه امنيه، بنخطر وزاره التضامن لغايه ما ناخد عليها موافقه امنيه، بتتمد لغايه 60 يوم. وده الوضع الحالي، ده اللي احنا شغالين عليه بقالنا سنين. ما حصلش تسهيل حتى للموضوع ده. بصي ده مش هيحصل فيه تسهيل، لانه ده حقهم. انا يعني انا ما اقدرش اقول ان بيجي لي فلوس من بره ان انا اقول لهم يعني ما ده الوضع الحالي واللي احنا متفقين عليه وتعودنا عليه. طيب. فما عنديش فيها مشكله خالص بعد ما يعني بعد ما شالوا القيود الزياده اللي كانوا حاطينها عليها. طبعا اعتراضي كان جامد جدا انا وغيري طبعا. موضوع الذمه الماليه ده انا اعتقد انه ما حدش هيقبل بيه نهائي. هم طبعا شالوا الكسب الغير مشروع ده اتشال. تم اضافه ان احنا هيتم مراقبتنا من الجهاز المركزي للمحاسبات، واحنا قاعدين في الميتنج اقترحنا عليهم انه يبقى في مكاتب محاسبيه مكاتب محاسبين قانونيين معتمده من الحكومه بتقوم بمراجعه الميزانيات او بتراقب على الجمعيات، وده عشان يحمينا ويحميهم. فهم قالوا ان ده يعني هيبقى سيء جدا بالنسبه للجمعيات الصغيره ان هم مش يقدروا ان هم يجيبوا محاسبين قانونيين كبار. ففي فعلا يعني دكتور نيازي سلام ودكتور حسين شكري هم اللي اقترحوا فكره ان يبقى في جهاز المركزي للمحاسبات، واحنا مش متضايقين منها. احنا بقول طالما احنا كلنا ورقنا مظبوط وما فيش فيها مشكله خالص. فكره انك كل ما تفتحي فرع للجمعيه مثلا في محافظه فلازم تاخدي ترخيص، هل ده بالنسبه لك؟ الترخيص ده اوريدي موجود من وزاره التضامن، هم عملوه بس هو بدل غير وزاره التضامن انت كمان ترجعي للجهاز اللي هم هيكونه.
بس ده احنا اوريدي ما ينفعش ان انت تنقلي مقر او ان انت تغيري تفتحي اي فرع تاني في اي محافظه من غير ما بترجعي لوزاره التضامن، لازم بتخبريهم بيه الاول. طيب هم زودوا عليه الحته دي. الحاجه الثانيه اللي هم زودوها في القانون ان انت لما تيجي تعملي استطلاع راي او بتعملي الكلام ده كله إلا لا انت غير مسموح ان انت تعملي ده غير لما تاخدي موافقه من الجهاز كمان. الاول. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي اعترضنا عليها، ان انا بقول لهم طب انا من الناس بنزل اعمل تنميه في قريه، طب انا هنزل النهارده عشان اعمل تنميه في القريه لازم اروح اخد اذن عشان انزل اعمل بحث الحاله، ما ده بالنسبه لنا مقيد جدا. هم وعدوا انه او حددوها في القانون ان انت طالما في حاجات معينه فيها تنميه والكلام ده كله ان هيبقى فيها تسهيل جامد جدا. اظن ده لازم يكون واضح اكتر في هم بيقول لك ان اللائحه التنفيذيه هي اللي هتحدد الكلام ده كله. طبعا فكره الحبس والسجن دي يعني هي مش يعني انا مش قادره استوعبها، مش منطقيه. ما ممكن يكون في تدرج في العقوبات زي القانون التونسي مثلا. بالظبط، يعني انا دي مش قادره استوعبها قوي لغايه دلوقتي بصراحه. بس هم بيقول لك انه احنا كده بنحاول نحكم البلد والبلد، انا ما اعرفش، انا مش سياسيه وانت عارفه كده، ماليش دعوه بالسياسه. بس انا شايفه انه مشكله اشمل بالنسبه لي، انه المشكلة مش في القانون ده وفي البند الحبس ده، المشكلة في مصر أعم من ده كله يا جماعة. المشكلة في مصر عايزين نتكلم، المشكلة إنه فعلا القانون في مصر ما فيهوش عدل إلى حد ما. القضاء في مصر محتاج يتم النظر إليه تانية مرة تانية. الناس اللي بتتسجن وبتقعد على ما بتاخد وقت ينظر للقضايا بتاعتها وبعدين تتحكم لها ببرائتها، تكون حياتها ضاعت. بالظبط، يعني بتكون عدى عليها سنتين ثلاثة. فالأفضل إحنا يا ريت نركز إنه يتم عمل قوانين، أنا ما أعرفش ممكن تتحل إزاي، قوانين أكثر دقة علشان بالظبط عشان مش الناس لا تستخدم بالزبط بطريقة بالظبط عشان لا يتم استخدام قانون الجامعات الأهلية بطريقة خاطئة أو أي قانون تاني هيصدر ويأمن الناس فعلا، الشباب اللي مستقبله بيضيع بعد كده. فانا بالنسبه لي انا شايفه ده مهم جدا ان احنا نبص له. حاجه تانية هم حددوا مثلا في القانون ودي ما كانتش موجوده، نسبه 1% من الجمعيات بتتبرع بالدخل بتاعها، التبرعات بتاعتها كل سنه للصندوق اللي في وزاره التضامن عشان تساعد بيه الجمعيات الثانيه. انا مستنيه اشوف اللائحه التنفيذيه بتاعت الصندوق دي بصراحه، احب اعرف اللائحه دي هتبقى عامله ازاي. ودي نقط مهمه جدا، لانه معلش يعني انا شايفه لو في جمعيه صغيره مش قادره تصرف على روحها، فطب يعني احنا عارفين اصلا الصندوق اللي كان في وزاره التضامن ده من كام سنه كان فيه ملايين الملايين مئات الملايين وبيتم، فانا احب اعرف اوكي على عيني وعلى راسي هساعد غيري انا كجمعيه، بس ابقى عارفه الفلوس دي بتتعمل فيها ايه بالظبط. من حقنا ان احنا نبقى عارفين. اعتقد الكلام اللي قالته هبه دي نقط مهمه جدا هنناقشها في الفقره الجايه في المناظره حول الجمعيات الاهليه. لكن احنا بس انا عندي نقطه كمان يعني ده كمان اللي احنا قلناه في البرلمان، وانا كمان بصراحه قلته بشكل موجه جدا، قلت لهم يا جماعه يعني انا كنت افضل طبعا احنا بنعمل قانون نعمل او بنعمل قوانين جديده، ما نعمل القوانين يعني انا بتكلم كمجتمع مدني، بنعمل القوانين اللي تنهض بالمجتمع المدني اللي فعلا تساعد مصر اكتر، بدل ما احنا بنجيب قانون بيبقى قص ولزق. فكنت اتمنى طبعا اعاده النظر ويقعدوا مع جمعيات كلها قبل ما القانون ده والمسوده تطلع ويتم اعتمادها. احنا عارفه اتزنقنا، اعتقد ان انتوا كنتوا قاعدين مع غاده والي وبتقعدوا معاها في لا في لا القانون. احنا يعني انا شخصيا احنا يعني غاده والي قدمت اللي هي قدمته ما اتعملش بيه، وده قانون اخر وده قانون خرج يعني في حاجات كتير جدا اتغيرت من الدكتوره غاده كانت مقدماه. بس كنت افضل انه يعني المجتمع المدني ده شيء مهم قوي في مصر وفعلا ده يعني روح مصر. انا بقول مصر لولا المجتمع المدني اللي فيها اللي بيخدم بجد الكام سنه اللي فاتوا مصر كانت وقعت. وده نموذج للمجتمع مش الجامعات الكبيره بس، حتى الجامعات الصغيره اللي بتخدم، حتى الجامعات الصغيره بصراحه يعني انا كان صعبان عليا بقول لهم طب احنا في الاخر ممكن نمشي، طب الجامعات الصغيره بتعمل ايه؟ الولاد دول طول النهار فعلا في الشوارع وبيساعدوا وبيسافروا دول وبيشتغلوا من قلبهم ومش مستنيين اي عقد، هم عايزين يساعدوا. فما ينفعش ان احنا نموت التطوع والروح التطوعيه صحيح. في مصر يعني. واظن ده كلام مهم جدا، انه يعني احنا كنا محتاجين قانون بالفعل ينهض بالعمل الاهلي وينهض بالمجتمع المدني، لانه ده فعلا اللي وقف جنب البلد في الفتره الاخيره. هبه بتمثل جمعيه مش بتشتغل في السياسه، بتشتغل في ولا حتى في التنميه صح. هي جمعيه بتساعد الناس فعلا، سواء في الحروق، سواء في التوعيه، سواء في تشغيل المراه المعيله، يعني عندها نشاطات مختلفه. اذا كانت جمعيه بحجم جمعيه هبه قد تعاني من مشكلات، يبقى فعلا هيحصل ايه للجمعيات الصغيره. هبه انا بشكرك شكرا جزيلا واتمنى التوفيق للمستشفى دي، وعارفه ان مصر مليانه اهل خير اكيد هيدعموا هذا المستشفى اللي نتوقع انه يكون بالفعل اكبر واهم مستشفى حقوق في منطقه الشرق الاوسط. املنا يا رب ان شاء الله مش بس في مصر ان شاء الله. بشكرك شكرا ليكي لميس. شكرا.
ترجمة